السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي أنيسة كوك. اليوم جيتكم بوصفة جديدة وبزاف سهلة، واللي هي عبارة عن خبز سهل وبنين وجايهش بزاف. تجي القوام تاعو كيما البونج، كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. شوفوا القوام تاعو، بونج خفيف يدوب في الفم بزاف بزاف. نتمنى لكم انو تجربوا هذه الوصفة. بالنسبة للمقادير تاعنا، واش راح نحتاجو هنايا؟ عندي حوالي كأس اتاي زيت، كذلك عندي حبة بيض. بالنسبة عندي هنايا يعني ملعقة كبيرة خميرة خبز، كذلك مع ملعقة كبيرة سكر. هنا عندي حوالي 3 كيسان أتاي حليب دافئ، واللي هي عبارة عن 1/8 لتر حليب دافئ. كذلك عندي نصف يعني كيس خميرة كيميائية، كذلك عندي الفارينة حسب الحاجة. هنا راح نبدأ في طريقة التحضير. نحكم البول تاعنا وندير فيه السكر والخميرة كيميائية، خميرة الخبز، فنجال تاع الزيت ولا كاس أتاي زيت مع الحبة تاع البيض. راح نخلطهم مع زوج كيسان، راح نكمل لكم هنايا مع زوج كيسان تاع الحليب دافئ. زوج كيسان ديال الحليب دافئ بهذا الشكل. أما الكاس الثالث راح نخليه مع الأخر، يعني بعد ما يخمر لي الخليط تاعنا راح نضيفه مع الأخر بهذا الشكل. راح نجيب الفوي ونخلطهم، يعني حق مية يتمزجوا برك مع بعضاتهم، مش باش يطلع ولا قضية مزج برك. راح نخليهم يخمروا ونعاود نولي لكم. بعد ما خمرت لي هنايا بعد 5 دقائق ربع ساعة هكذا تخمر لي حسب درجة حرارة المطبخ. هنا راح نضيف هداك الكاس حليب اللي بقى لي ولا كاس أتاي تاع الحليب. هنا راح نضيف الكيس تاع الخميرة الكيميائية، وراح نضيف كذلك الفارينة. ودكم دايما شوفوا صبحتي يعني كيفاش راني نخلط، مش تخلط ما تعجنوش، انه شوفوا صبحتي هنا هكذا نخلطوا بهذا الشكل ما تعجنوش. حاولوا كيفاش ما تعجنوش الخليط تاعكم هكذا باش تبقى لكم هشه وتجيكم هشه كما شفتوها في الفيديو. بصبحتكم كما راكم تشوفوا راني نخلط، راح نضيف كذلك الفارينه كما نبقى دائما نخلط حتى تتلم لي كامل العجينه. باش تخرج لكم مليحه لازم ما تعجنوش، حاولوا ما تعجنوش وما تدلكوهاش هكا باش ما تجيكمش يابسه العجينه تاعكم، وكذلك الخبز تاعكم ما يجيكمش يابس. هنا راني تلمت لي كامل، شوفوا نخليوها بهذا الشكل، خلوها طريه شويه، مش كذلك نلموها مليح حتى تنشف لي كامل. خلوها طريه بهذا الشكل، خلوها هكذاين نغطوها ونخلوها تخمر. هنا بعد ما نص ساعه عاود وليت ليكم، شوفوا كيفاش خمرت لي. كذلك هنا راح نكسر الخميره بالزيت، ندهنوا يدينا بالزيت كما راكم تشوفوا راني حاطه الصحن هذاك حاطه فيه شويه زيت نباتي هكذايا باش نكسر الخميره تاعها ونزيد نحطها تخمر مره اخرى لمده نص ساعه. مره الاولى نخليها تخمر نص ساعه، بعد ما نزيد نكسر لها الخميره هكذا بشويه راح نزيد نحطها تخمر نص ساعه ونولي لكم. هنا ليك خمرت لي سيبو، صبحت جاهزه باش نخدمو بها. راح ندهنو دائما يدينا بالزيت هكذا باش ما تلصقليش في يدينا. هنا راح نقرصها قريصات كما راكم تشوفوا، ولا ديبول صغار ولا الحجم هنايا لحسب الحجم اللي راكم حايبين ديرو، عندكم اختياري. ونحطها في المول تاعنا ولا الصينيه اللي راح نطيبو فيها. انا دائما تشوفوا نستعمل هذا الورق تاع اللي نديروه في الاعراس ولا اللي يديروه في الطابله تاع العرس، باسكو فريمون فريمون هايل. هنايا راح ندهنها بالصفار تاع البيض ونحطها تخمر بالصفار، دهنوها من الفوق باش تجيكم حمراء. كذلك نحطوها تخمر ربع ساعة قبل ما نحطها داخل الفرن. هنا شوفوا كيفاش هي خمرت لي، ضعفت لي الكمية تاعها بهذا الشكل. هكذا ندخلها الطيب في درجة حرارة 200 درجة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، 20 دقيقة وتكون جهزت لي بهذا الشكل. شوفوا كيفاش تجي خفيفة هايلة، 200 درجة مدة 20 دقيقة. ان شاء الله كانت الوصفة تاعنا تاع اليوم عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفة هكا اشتركوا في القناة باش يوصلكم كامل جديد. راح نحط